مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبلتا تلفزيون الترانا الا ساعات اخبار كبت عدوى خارج ان تصبتنا ما تامكم لنا كما ما ايدوه بارس اخبار كن استبدي ام علم منظمه مجلس كرام يوم 4 اكتوبر بتسمر الذكرات مديرية السنة تعقيب عادات ورس لركز سمينار سرقنا اتخبروا بعمليات معاونة اسبدالية انتاج كرن واسمرة عمليات انتاج قبان يبقى اخبار خارج منع متاكل تجارة حد وابكات شغل اتعابوت اقتصاد دور تأثير والدكم سللت شرحا امريكا من الدنيا قانون تجارة لكيد مصدر اقل تتجمل تشاينة لكيد اتفنق قوات امن باكستان وصلوا حام ارهاب بقب الدكش اسرى نفر تقتلوا دي بتفاصيل الأخبار قنت عدي 4 أكتوبر أم علم منظمة مجلس قران وزراء للتركب ديبون وقلام سبسلطت حكومة واجبات إريتريا لمركزهم دبلوماسيين أنفار مكتب منظمة مجلس قران وبعدام قاشا لحد روى مناسبة أسمرة بلاس ذكرت تفاصيل اللي خبر من عبد عثمان كل تقدمته 24 أكتوبر عمل منظمة مجلس قرار وزارة التركوب ديلوم وقولان سبسلطات حكومة وجبهة تيريتريا لمركزهم ديبلوماسيين أنفار مكتب منظمة مجلس قرار وبعدام غاشا تحضر وتمناسبة ديب أسمرة بلاس فقدت وزير خارجية تيريتريا سيد عثمان سارة تسمع كلمة لعلة اللالة تتفقد طول هليت وقد الدنيا متعوان قدم الله زهر لي الأمر متحوار سياسة جو مسؤولية لي قاب أديبو أقلاد ومتاكل التصادف طول هلا وقد كم سرطان دوادها مجلس قران مقبل بزه للس او غلط ابطار وتحرب عادل اجتماعيات واتحايسو درجة منابرت التفاحات حريت اسكل لكم سرئيت بقاسة ديبا افهما ارتريا الف دور نيش من ماتا حرياتا من نسو تتو وكد ديبا قيب سلام وساوي تارزاقات مواطنين اندي شاقيت تغير كممزات اند حبرا ديب اندوستري بتكنولوجي لتلا وراتا تحرس بنية تحتيات حدسو طاقات وبعد قلت مموت اتمنطقات والدنيا مراحل بيصوفا شاك اكماليت اند اكدانا حبر شغول قد نيتاكم سورتا اكدان ما مقرحيت مكتب منظمة مجلس قران تيريتريا ميس نهلا فالجي بجاتا إلا علة الله حقوقاتي ما كالا حرب الدنيا قدم سابعة وسع سنوتا تشارتر منظمة مجلس قران تفعليت لأتي ديب علة كم سرطة نشرحت شوق الحبر وقد أهميته يوم كم سرطة دول هنين ديب سرقلوت أهداف قابوت فانشاقار وتقير جو بحبر قلشكا لكيت المناسبة كلمة رئيس منظمة مجلس قران أنطونيو غوتاريز بفيديو قدمت لمناسبة فرقة عادة سبريت بقدمت وصبت نايرة تعليق نحمدك عبد عثمان دي بعد خبر من تعدي تعقيب عادات وورس بهيل وعديوت الشبابات لركز سمينار مدينة السنة قبام مدير عام فرع عادات ورياده تقليم قاش بركة السيد ادريس صالح التهبي شرح اريتريا بعامه قاش بركة هي فنتيت اب ورس عادات رزق كم تندي الشرع عاداتنا اساس والتلالي اجيال سبت قبام مجتمع بعقيب اقل عقيبه بلت وقلت قبي اقلش قديبه اتفاقدا اتمفودية عادات وريادة انفار فرع حفظ ووسائق السيد مهاز سليمان والسيد محمد سعيد عثمان ورس عادات فن هجيا قوانين تاريخ عبادات حشموتات عمليات عياد ديانات بهيلات كتب أمر موسيقى سسعيت ونايقار التلهياتات لا كم تهندي حبرو اقل عقيبوت أجال اقل عديوتو بحفز لركز الشغل للسرق الكمسل هلا شرحو مدير مديرية السنة السيد سيوم قبريسوس بجهتو عادات اند تحفز عادات اند حفز لقيس مجتمع اتعبوت وتطور اقل لبسح كم قدر اندي ودحا دور شبابات عائلات ومؤسسات حكومة اقل لزيد فانا مشتركة بجهتهم اتعادات لركز تأهيل اقل شبابات اقل تهيب ووسائل إعلام هي لقب برنامجات عادات اقل بزحلال بالرأي قدموا تقليم عن سبا مديرية هبرو من عصر سسك أسرى وكل أكتوبر عمليات قرحة عنتات ومشاكل قلة على أقلوم 77 مواطنين عمليات عنتات ودو اللي معاونة حكايم اسبدالية كرن عنتات وأسمرة اتعريتا إلى قبأت فيرارو التلالاي نايلا اتكرن قلوم تسألي قدرو أنفار اتأكانوم عندما تسوهم عمليات قلي دو أقلوم لهدفو كمسلتو مسؤول لفريق حكيم اسبدالية
السيد كحساي سيوم حبرام أقل سرقلوت لفيراروك أدم كل أول راح تكلن إدارات دوايحنا إلى مديريات حفز قابي كمس العلاء بأساسه هي لأولية راديت لتتحز يوم إن تفرقوا اتمركز عريتاي إن دمتقوا كمس الساروات أمرام ما عفوا كرحت أولية درجة للتركب أجد أسباب عور سبت جباء اتلت دهر الدرجة أجل تكرر شقق كم سال علو اتفرع عافية تقليم عن سبام مسؤولي العد أمراض السيد مكيل تخلى إن دي شرحة دعم اتمديرية أسمات إن دجيسو وديام كم سال علو واتمديرية كم سال تعوتة أفهما قدم إلا مديرية كرن إلى برعد حجاز قلب وأسمات لامتقو كلام إتحمسا وكل المواطنين إتسبدالية كرن حد لامس العمليات قاب قلوم كمس العلا للتفقطو فرع محبر الشباب ودرسة إريتريا مديرية قنداع 10 أكتوبر سوساي مؤتمره إندي ودا حداس لجنة مزنزام شبابات شكال حرام مسؤول مكتب شاب سلاح الدين علي أهميتنا إلى مؤسسات حكومة جبهة ومحابر إتنا بحتة ومؤسسات لشوق شبابات لكمكم متنزام شبابات شكال حكومة إندي الشراء أنفارو بأمر تامم كمسل هما لحيسة درجة تعليم لابوم سبت قبقو اتربيوت نعيش حوام للهيوب دور قليل كمسل إيكون شرحا اتفرع محبر شباب ودرسة إريتريا قليم قبلة بحر قيح مسؤول متابعة متنزام شاب سلاح أحمد بجهته محبر اقل شبابات بمهنة اندي ربو بكت اقل ركبوه ورو من هدفو كمتو اندي ودحا لا تحريت لجنة أم السبال وفزعت أقل تكتم أتفاقدا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى شبابات أم مهنة وأمر أقل تربو لا محبر وديال هلا تأهيل فقريت تتركب من نسبة الليل بمستقبل زياد أقل التلال فانا مديريات حال حال قبل هلا شتل عقيب ماي واتر بس سن للتلالة كمسل هلا مسؤول مراقبة عجي وحيوانات كدن نايلة مديرية السيد محمد مندر شرحا فزاعت مجتمع أهمية عقيب رزق عجي زيد متس سبت هليت مديريات لعالة عجي بدير دحن درجة كمسل هلا فهما اتقلي دواي حال حال ملبسو قربت متكلبة ماي أوالد ورهي دي بالها لعجي اقل بلست قبل هلا جهد كم لسرق الكمسل هلا افهما اتمركز شتل حل حل لا هلا شتل حفز اند قبا تا اتمت شرشار تربت لا كربا ارد وادبر اقل الشتل قبل هلا وراتات اللي تحمدكم تو اندي الشرا اقر سرقروت لبرنامج شغل شي شغل حكومة واديش لا ارقو مبادرة حمدان كبر استشهاد الشركة بناء سفنق عدها له مسؤول عمليات قديم منادل ليتنال كولونيل عندهم ولدهبته اتيوم عسرة وسلس اكتوبر 57 سنة من عمره بحمام استشهدان السنة 1977 الجبهة تحرير إريتريا واتمار سنة 1977 دي بجبهة شعبية تحرير إريتريا لتعدى منادل عندهم اتمدت ندال الديش حرب ومفودية بناء تكمسلهم حق حريته وحدة بناء كورك وات بحر شركة بناء ساوة تكمسلهم مكتب إدارة وزارة الدفاع بلد فناته مسؤولية اقل شعبه ووطنه لكدمه محير بايتو شهيد منادل ليتنال كولونيل عندهم والدوب على الفرع وابسع ولاته عادة قبره هي يوم 10 و5 اكتوبر ساعة 4 العصر مقبرة أسمرة شهادة تمت وزارة الدفاع وشركة بناء سفنق عدها له باستشهاد قديم منادل ليتنال كولونيل عندهم للسمع يا حزن دي بشرح قل عائلته ناين دال من اللي هامو مشاكيته إيما وصبر لها بكم تبل حق ولا ما تعديت بأخبار خارج كنا قبلكم تو نرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج من نتعدين منع متاكل تجارات حد فيرارو وأبقى الشغل للتركب دي بوم أسباب اتعبو اقتصاد علم تأثير ودي كمسل هلا الدنياي سلادي سر أبرهام با زهرة اقتصاد علم اتحل فاسنوتات كملت حزي عبوت كم إي سجلة تشرحا لا اقتصاد علم سنة كل 1904 بسلس نقطة كله كم زيادة من ناتهية اتعبوت اكود كم سلقيه الله سم مقدرت لأشرو اتفنجي تاجرا وحاقلا دول لا هلا فرق اقتصاد اتكل سنة الزيد متق كم سلقيه الله لسم مقدرت بتوساك لأفهمو
أمريكا من الدنيا قانون تجارة لا كيد مستر قلت الجمل تشاينة لاكيت اللي شرح له لا إدارة رئيس بايدن اترأس كل إيه شركات تشاينة منع حق ولا قراراته لا شركات مثل مؤسسة روسيا تقات كم عليا عند أشرته إدارة رئيس بايدن لا منع قرارات أمريكا اترأس عبو تشاينة توديو الهليت ناي بحتة منع سلفة كمسل إيكون لا أشره تقارير تشاينة رد فعل كمسل تهيد ديبو كمسل تهيد ديبو تفهم نايدن قوة بخبر يوم 24 أكتوبر اتفنق قوات أمن باكستان وسلحام إرهاب باقب أدقش من كل إيتهم لجهات 10 نفر قتلوا التا منطقة لا قبقى دقش إرهاب اتمع عسكر عسكرية هجوم حقولا وديتو أبا هجوم عسر أنفارو كم قتلوا لا شرحت باكستان اترأس لمسؤولين اتلأسى مسؤولين عمليات اندا وديت وسوق ديش وأمن لقتليت اتحدود باكستان وأفغانستان لترال هليت زاهرة إرهاب حقولا ورار أمريكا اتفنقى أفغانستان زياد لتكيلم كمسل هلا لدوايح من قروب لدى الجهات لحبرو أرس أخبار ده قمنا نصارح منكم أم علم منظمة مجلس قران يوم 24 أكتوبر تسمر الذكرات مديرية السني تعقيب عادات وورس لركز سمينار سرقلا تهبروا أم معاونة اسبدالية انتات كرن وأسمرة عمليات انتات قبعان من أخبار خارج منع متاكل تجارة حدا فيرارو وأبكات شقل اتعبوا اقتصاد علام دور تأثير ودكم سهلات شرحان أمريكا من الدنيا قانون تجارة لكي المستار قلت الجمل تشاينة لكن اتفنقى قوات أمن باكستان وسلحام إرهاب وبقب أدكش عسر نفر قتلوا قلنا متابعتكم ديم محمد قل يوم لأدالين هو أخبار قبط عدوى خارج دي قلت عمو